ان العمليه الانتخابيه الان ستجري على اساس التصويت الالكتروني والممارسه الالكترونيه، وهي من الممارسات الرائده في المنطقه وفي العالم. وهذه الممارسه هي اعتمدت على اساس ان تكون التسجيل للناخبين تسجيل طوعي على اساس الممارسه في الاجهزه الالكترونيه والحاسوب، وتم اعتماد التسجيل الالكتروني. ومن هنا شارك الشباب بفعاليه في كافه المناطق الفلسطينيه والمحافظات المختلفه، المحافظات الشماليه والمحافظات الجنوبيه، من اجل ممارسه في تسجيل انفسهم الكترونيا. وبلغ عدد المسجلين اكثر من 35,000 شاب وشابه، وهذا ان يدل على اهميه الممارسه الالكترونيه واهميه تعطش الشباب لهذه الممارسه في العمليه الانتخابيه. وكذلك سيتم التعرف على كافة القوائم الانتخابية والترشح للانتخابات عبر الممارسة الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتيوب وكافة آليات التواصل الاجتماعي. وكذلك الحوارات المختلفة ستكون على أساس الممارسة الإلكترونية، والمشاركة ستتم كذلك يوم تحديد يوم الاقتراع، وتصويت القوائم سيتم تصويت إلكتروني على أساس هذا الممارسة. سيكون الشباب مارسوا حقهم في هذه العملية الديمقراطية المميزة التي تؤكد على أهمية ودور حق الشباب في هذه الممارسة التي تعبر عن رأيهم، ومن أجل ضمان حرية ونزاهة التصويت الانتخابي التصويت الإلكتروني. التجربة الشبابية للمجلس الشبابي التشريعي هي تجربة رائدة، تمت بالأساس من مؤسسة منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. وهذا العملية هي من أجل تشجيع الشباب على الممارسة الديمقراطية والممارسة الانتخابية، وخاصة أن تأتي هذه التجربة في ظل غياب الممارسة الديمقراطية الانتخابية في فلسطين منذ عام 2006، حيث توقفت الانتخابات التي كانت يفترض أن تجرى في عام 2010. ونتأمل من الممارسة الانتخابية للشباب أن تشكل رابداً وحافزاً من أجل الممارسة الحقيقية للمجلس التشريعي والقادم، وممارسة كافة الانتخابات على المستويات المختلفة الرئاسي والتشريعي وكذلك المحليات في كافة المواقع، وتؤكد على مشاركة الشباب في هذه العملية لما للشباب من دور هام في العملية الانتخابية وعملية المشاركة في صنع القرار. ومن أجل إعطاء حق الشباب في المشاركة، فإن قرارات تخفيض سن الترشح التي تم اعتمادها للنظام الخاص للمجلس الوطني بتخفيض سن الترشح إلى 21 عام، نعتقد بأنه يجب أن يتم إقرار سن الترشح للشباب ب 21 عام لأجل السماح لكافة الشباب بالمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في فلسطين. شكراً.